والله النازل المتناقضين والذي رفع السماء. جابونا نحن طبعا في في في, في الغناء اخونا شيخ مزمل وبعض الاخوان التانيين، وجزا الله خيرا الجو ما دخلوهم برضو، فجو عملوا مناظره. شيخ مزمل الله وفقه، انتم شاهدتوا المناظره، نسف فيها بفضل الله منهج التصوف، ونسف فيها المدعو احمد داود نسفا عظيما. حتى زول ده لما جمارك انا والله شايفه منكسر انكسار شديد، قربت احن عليه، لكن الحمد لله الله وفقني طوالي رجعت للحق وسجدت لله سجد شكر، قربت احن عليه والله الذي لا اله غيره. مرق مسكين مشى، ناس السوكي ذاته، ناس منطقته، ناس المحليه، كلمني واحد من اخواننا لا فاضل اسمه ابو بكر سليمان من السوكي من المنطقه، انا مشيت بيت ابي بكر ده، بيت احمد داود فاتح كده عليهم منا ابي جاي في الشارع فاتح عليهم، بعدين قال لي ناس المحليه قعدوا هل كانوا بيحترموا احمد داود، قالوا والله الشاب ده صراحه انتصر على احمد داود صراحه كده عديل كده. احمد داود بدي هجوم، مزمل بيصد الهجوم، بينزله تحت بدي هجوم ما بيقدر يصده كده، بس شغال معاه كده والله. شوف كلها كده، اي شوف جابوها ردا وداهم كلام ما قدروا يردوه، وهم كلام ولا واحد ما قدروا شنو يردوه. مرقنا من المناظرة، مش أنصار السنة مفروض يفرحوا؟ مش من الحكمة ساي يسكتوا مننا؟ من الحكمة ساي يا أخي، ناس مختلف معاك، جيت أنت تكلمت منطقة مقفولة، تكلمت ونسفت لك واحد من دعاة الشرك، أنا عارفك أنت مبتدع يا قائد أنصار السنة، عارفك مبتدع، لكن عوضنا الله نسفت الزول لك، ما بتنسبه لكن نسفته. بعد نسفته مش أنا بقى كل الأباد ساي بقول الحمد لله والله الزول ده وفقه، ان شاء الله يا الله بس هو التوفيق ده تردوا لي باقي المنهج وكذي، واسكت اكل ساي يجوا يشكروا اكل ساي. الزول ده مزمل ده جزاه الله خير، جنح الرجل بتاعه سووا لهم غلبه هناك، وجوطه لما سووا لهم وجمعوا بخافوا منه جنحوا لهم، مشوا كتبوا ورقه تحذير من مزمل الفقير والذي رفع السماء، وزعوها انصار السنه. بعد الناس فرحوا قالوا ده زول نصف احمد داود، ثاني قال يا اخو ده ذاته هذا ناس حذروا منه، ده اللي بينصروا دين الله سبحانه وتعالى، دي المصالح والمفاسد يا اهل انتم بتراعوها، ده دين الله الذي تتقربون به. ياخذ الناس مرض، طيب مرض دي وجهال، عندي الكتب جبتها، اوعك تقول لي الفاظ كن كعبه، بجيب لك والله جبتها كتب. زول قال الكلام ده توفي سنة 676 هجرية، وجاب الكلام ده، هم بينبذوك لما انت تيجي ترد ولك الفاظ كنشينة والله ما سمح، وانتوا كلامكم كعبرنا، منهج كنشينة، النصيحة يا انصار السنة نصيحة اقولها لكم، منهج كنشينة بأمانة كده، نحن الفاظنا شينة، استغفر الله استغفر الله، انتوا منهج كنشين تقدروا تقولوا استغفر الله تتوبوا؟ والله بنجيب الهواري باصين لنا، اصبر لي جايون، والله الذي رفع السماء بهذا الرد بتوفيق الله لا بقوتنا ولا بحولنا نجعل ارضهم قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، بفضل الله ان شاء الله وبتوفيقه، وهذا ظننا في الله سبحانه وتعالى. شوف الا زول معاند بس مكابر، بل وثائق كلها مسجله تلقاها في اليوتيوب كلها، لك انتوا شباب شيخ مقبل تسجيله تلقاه في اليوتيوب، رد على الجماعة وبين انحرافه. جماعة أنصار السنة في السودان أصبحوا فايعين بعد المادة، وقد كانت دعوتهم دعوة عظيمة لا يكاد يوجد لها نظير، فلما أصبحت تحت يد محمد هاشم الهدية ماذا؟ أصبحت دعوة مادة. ثم بعد ذلك انفصل منهم جماعة إلى جماعة التفسير، دليل على عدم اهتمامهم بالعلم وبالتربية. ثم انفصل منهم جماعة منكرين على الهدية ومن معه، الذين أصبحوا
أبناء لعبد الرحمن ابن عبد الخالق من أجل الدينار الكويتي. شباب خلاص نحن مرقنا. شيخ مقبل ها بين انحراف، رأيك شنو؟ رأيك شنو شيخ مقبل، عالم ولا ما عالم؟ أي والله عالم لكن ردمنا، عوضنا الله. شيخ ربيع بين انحرافكم. يا إخوة والله قلوبها ستتقطع على مفاسد هؤلاء. العالم الإسلامي كل أطلب السنة فصرفوه شباب الأمة عن هذا الحق، صرفوهم إلى منهج فاسد لبسوا لباس السنة والتوحيد. فتنبهوا يا إخوتا، اللهم اشهد إنا ننذر إخواننا في مصر وفي السودان، والله 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 لقد غزيتم في عبر داركم، وأنا متأكد من هذا، خصوصا السودان. مثل أبو زيد أبر هذه أبر، لكن والله الصف الثاني والله سوريا. أبو زيد نعم. والله السورية الآن تدير جماعة أنصار السنة ورب السماء، أقولها لكم صريحة. هذا يسأل عن شخص ويسأل عن جماعة أنصار السنة في السودان. أقول أنصار السنة في السودان ليسوا على ما نعلمه عنهم قديما، وهم من حرب الخليج الثانية التي هي احتلال العراق للكويت، وإلى الآن وهم في انحدار مستمر، كل يوم يزيدون بعدا عن المنهج السلفي وعن الطريقة السلفية. فأنصار السنة لم يبق لهم إلا الاسم في الجملة، وإلا هم قد مشوا مع السروريين ومع الحزبيين وأصبحوا على طرائق الحركيين. عالم ولا ما عالم؟ آه والله يا أخ طه عبدين قال ما عالم، وقال عبد الرزاق عبد المحسن عالم كذا. خليها الأيام دي، أنا دي خليها شوية دي من الحكمة الآن ما أعلق عليها، لكن خليها. قال ده عالم وده شنو؟ ما عالم. وده على السلفية البيضاء، وده عنده أخطاء، والتكورك تزعل ما عندي بك شغل. ده الرزاق ده عنده أخطاء، من أخطائي أنه ينزل معكم، هذه من أخطائي، وينزل عن غيركم ناس كتار من أخطائي. قال شيخ محمد ابن هادي ما عالم، بناقش فيه هو وكمال الدين الزنادي. قلت له يا أخي الألباني قال هذا حامل راية الجرح والتعديل عن شيخ ربيع كمال الدين الزنادي، عشان ما تتعاطف ساي نازل نصحناهم، وابا يمرق من الجماعة ولسه بشارك فيهم، وما تقول لي الله الزول ده أنا بعرفه، أنا ذاتي بعرفه وبيعرفني. أنت ما بعرف اسمك، أنا بعرفه، بيعرفني أنا ذاتي وبعرفه، وقعدت معه فترة في دروسه، في النهاية تركناه لله سبحانه وتعالى، ما بلمنا إلا الناصحون، لاقيناهم إلا الناصحون، لكن لاقيهم نقعد نتونس وكذي ما في كلام زي الزنادي. قال لي العلماء ذي شيل منهم الأحكام الشرعية، لكن الجرح والتعديل ما تشيله خليه. طيب ما أشيل الجرح والتعديل من العلماء، أشيلهم منه الناس اللي بيفهموا كيف؟ أنا والله داير أعرف. قلت له يا شيخ كمال تتورع، بعض الناس قلت له يتورع في الجرح وما يتورع في التعديل، لك أنا ما داير أتكلم في الناس، وفي نفس الوقت ما يتورع أنه يعدل أناسا من الساقطين والمنحرفين.